Ok, très bien. Très bien. نبدأ على بركة الله. بالنسبة للحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي نشرحوا فيها كاين اكسبتي اكسبتي فوالا. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيها طبيعة الحال لا ستريكتور ديال المارشي لي سيسيون ديال المارشي، اوكي، يعني الاوقات فاش كيكون خدام المارشي. غادي نحاول انني نوريكم الاوقات ديال اسيا، الاوقات ديال لندن، والاوقات ديال ميريكان، اوكي. وديك الساعه كل واحد كيحاول انه يتريدي على حسب اين سيسيون اللي مناسبه، يعني اين التوقيت اللي هو مناسبه. داكشي علاش غادي نحاول نشرح لكم لي سيسيون اللي كاينين، وغادي نشرحوا اليوم لا ستريكتور ديال المارشي، يعني المارشي اشنا هما لي ستريكتور، اشنا هي الحركات اللي كيكون اللي كيدير المارشي بشكل عادي. اوكي، نبداو على بركة الله. كيف ما كتلاحظوا دابا معنا هذا الشارت، هذا فوالا قدامنا الشارت. باقي كينضموا هنا، اوكي. كيف قلت لكم قدامنا دابا الشرط كومسا. نحاول نصغر شويه هاد الفريم كومسا باش يصغر ويسهل عليا انني نقسمه. كيف قلت لكم كاينين بزاف ديال الاوقات اللي كنترديو فيهم، اوكي. يعني كيف قلنا كاينه الفتره ديال اسيا، كتبدا من الافتتاح ديال المارشي، اوكي، كتبدا من الافتتاح ديال المارشي حتى يعني اولا من الافتتاح ديال النهار، يعني تقريبا مع ديك 12 ديال الليل، اوكي. نعتبروها نقولوا حنا من 12 ديال الليل، اوكي، يعني من هاد الفتره هادي كامله، هادي كامله كنقولوا ليها فتره ديال اسيا. من هنا يعني من 12 ديال الليل سير حتى ال 7 الصباح 8 الصباح تقريبا، اوكي، حتى 7 الصباح 8 الصباح تقريبا. هذه كلها كنقولوا ليها الفتره ديال اسيا، اوكي. كنقولوا هاد الفتره هذه كنقول ليها الفتره ديال اسيا. هاد الفتره هادي من تقريبا من واحد من ديك 8 7 ديال الصباح 8 داك الحساب حتى ل 4:30، حتى ل 4:30 تقريبا كنقولوا ليها الفتره ديال لندن او الفتره ديال اوروبا تقريبا. حتى هاد المرحله هادي تقريبا من 8 حتى الربعة ونص، هذه كنقولوا لها الفترة ديال أوروبا، يعني هذه الفترة هذه كيكون خدام السوق الأوروبي. طبيعة الحال السوق الأوروبي راه في التوقيت ديالو راه داخلة فيه لندن، أوكي، داخلة فيه لندن. داكشي علاش كاين في قارة وحدة، يعني أوروبا ولندن تقريبا كاين في قارة وحدة، داكشي علاش خدامين بنفس التوقيت، أوكي، مزيان. وطبيعة الحال كاينة الفترة اللي هي ديال ميريكان، اوكي، او الفترة اللي كنقولوا لها ديال نيويورك، كتبدا طبيعة الحال من كتبدا من جوج ونص. الافتتاح ديال المارشي كيبدا من جوج ونص، اوكي، حتى الاغلاق ديال المارشي اللي هو تقريبا مع ديك التسعود ديال الليل تقريبا كيسد المارشي. المهم 8 9 داك الحساب، المهم نقولوا لي حنا 9، اوكي. يعني هادو هما الفترات اللي كاينين. كاين الفتره ديال اسيا، كنتمنى تكونوا كتنوطيو هذا الشيء حيت هذا الشيء مهم. يعني كاين الفتره ديال اسيا تقريبا من 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 يعني من 12 ديال الليل حتى 8 ديال الصباح، 6 الصباح 6 7 8 داك الحساب تقريبا. المهم التوقيت هذا، هاد الفترة هادي كلها كنقول لها الفترة ديال آسيا. هاد الفترة ديال آسيا
يعني القارة الآسيوية شنو هما الأسواق اللي كاينين فيها؟ كاينة الهند، كاينة يعني كاين الهند، كاين الجابون، كاين الصين، هادو كلهم كنقولوا ليهم يعني هاد الأسواق يكونوا خدامين بالتوقيت ديال آسيا، يعني من 12 ديال الليل حتى ل 8 ديال الصباح ديالنا، هاد التوقيت هذا راه ديالنا. اوكي، كيكونوا خدامين هما هاد الوقيتة هادي، كيكونوا خدامين. بالنسبة من 8 ديال الصباح حتى ل 4 ونص ديال العشية، هادي الفترة ديال أوروبا، أو لا كنقول لهم كنقولوا ليها لا سيسيون ديال لندن. اوكي، وطبيعة الحال من 2 ونص حتى ل 9 ديال الليل، اوكي، هادي الفترة ديال ميريكان. الافتتاح ديال السوق الأمريكي كيكون مع 2 ونص، والإغلاق ديالو كيكون مع 9 ديال الليل. اوكي، كنتمنى يكونوا دابا الأمور واضحين، يعني صافي، كنتمنى تكونوا نطيتوا هذه القضية هذه، عاودتهم يعني قلتهم المرة الأولى والثانية، صافي، السلام عليكم. حاولوا أنكم تكونوا نطيتهم هذا الشيء، يعني نحاولوا دابا نمسح دابا هذا الشيء وندوزو ليتاب سويفون. كيف قلت لكم، لا ستريكتور ديال المارشي خاص ضروري انكم تضبطوا لي لا ستريكتور ديال المارشي، خصكم تفهموها. اوكي، لا ستريكتور ديال المارشي شي حاجه اساسيه انكم خصكم تضبطوها، اللي هي المارشي عنده ثلاثه الحركات. المارشي عنده ثلاثه الحركات، او لا السعر عنده ثلاثه الحركات، يا اما كيكون السعر يعني السعر ديالنا كيكون فيه نزول او لا فيه صعود، او لا كيتمشى بشكل افقي. اوكي، المارشي عنده ثلاثة ديال الحركات، يا اما كيكون لنا المارشي فيه نزول، او لا المارشي فيه صعود، او لا كيتمشى، او لا كنقولوا ليه كيدير واحد يعني داير واحد الكونسوليداسيون. الكونسوليداسيون ما طالع ما نازل، يعني كيتمشى بشكل افقي. اوكي، يعني نحاولوا نشوفوا ليكزومبل الاول، المارشي فيه نزول بحال ما كيكون المارشي كيدير لنا بحال ما هكا، هذا كنقولوا ليه المارشي فيه نزول. اوكي، هو الاتجاه ديال المارشي فيه نزول، تري بيان. ملي كيكون عندنا المارشي فيه نزول، اش كنسمو هادي؟ كنسمو هادي قمة، وهذا كنسموه قاع. هادي قمة، هذا قاع، هادي قمة، هذا قاع. علاش؟ منين جات هاد القمة وهاد القاع؟ جات من الجبال. اوكي، هادشي داير بحال الجبال، الجبل كيف كيكون بحال هكذا، بحال كيكون الجبل، ياك هكا كيكون الجبل. اش كيتسمى هذا؟ هذا كنقولوا ليه القمة ديال الجبل. هادو بين القمة والقمة كيكون واحد القاع، هذا كيتسمى قاع، قاع قاع، هذه قمة 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 قمة. اوكي، من هنا ما جات القمة. اوكي، القمة كنقولوها بالانجلي الهاي، والقاع كنقولوا ليه بالانجلي لو. لو هو القاع، والهاي كنقول ليها هي القمه. يعني دابا هذا باش نقولوا بلي راه المارشي فيه نزول، خاص تكون لينا واحد القمه الاولى، تكون لينا ديما اعلى من القمه اللي غتجي بعد منها. اوكي، او لا القمه المواليه ديما ادنى من القمه اللي قبلت منها. هاي القمة الموالية أدنى من القمة اللي قبل منها، القمة الموالية أدنى من القمة اللي كانت قبل منها. هذه حاجة أساسية. وكنشوفوا القيعان، ديما القاع الموالي كيكون أدنى من القاع اللي سابقه اللي قبل منه. القاع الموالي أدنى من القاع اللي قبل منه، القاع الموالي أدنى من القاع اللي قبل منه. هنا كنقولوا المارشي راهو في نزول. أوكي، مزيان. نشوفوا دابا ليكزومبل ديال المارشي الا كان في صعود. المارشي الا كان في صعود، فوالا، ها هو المارشي في صعود. اوكي، العكس ديال المارشي الا كان في نزول، يعني فوالا نشوفوا هنا دابا، ها هو دابا المارشي في صعود. باش امتى كنقولوا بلي المارشي غادي في صعود؟ اوكي،
او لا كيجينا كنقولوا ليه ترند، شد دابا هذه الحركه، يا اما لما الماشي نازل او لا الماشي صاعد كنقولوا ليه ترند صاعد او لا ترند نازل، كنسموه ترند. اشنا هو ترند؟ يعني كتلقى بحال دابا مثلا الماشي بني كيكون فيه صعود، كتلقى ديما القمه المواليه ديما اعلى من القمه اللي قبل منها، القمه المواليه ديما اعلى من القمه اللي قبل منها، القمه المواليه ديما اعلى من القمه اللي قبل منها. اوكي، ونفس الشيء قيعان، القيعان ديما كنلقاو القاع الموالي ديما، دابا هاد القاع ديما كنلقاو اعلى من القاع اللي قبل منه، القاع الموالي ديما كيكون قد اعلى من القاع اللي قبل منه. هذا ملي كيكون ترند فيه صعود، ملي كيكون ترند فيه نزول العكس، كتكون قمه تحت قمه وقاع تحت قاع. ملي كيكون المارشي فيه صعود كتكون قمه فوق قمه والقاع فوق قاع. اوكي، كنتمنى تكون المساله واضحه. يعني هاد الحركات كيديروا من المارشي، يا اما المارشي كيكون في نزول او لا المارشي كيكون في صعود. هادي حاجه اللي هي يعني اساسيه خصكم تخطوها. فوالا. اوكي مزيان، نشوفوا دابا ليكزامبل ديال المارشي الا كان كيتمشى بشكل اللي هو افقي. هادشي قبل طبيعه الحال ما نشوفوا ليكزامبل ديال كل واحد فهادو. اش كتلاحظوا معايا دابا المارشي، ملي كنقولوا المارشي كيرانجي اولا المارشي داير لينا لا كونسوليداسيون، يعني المارشي كيتمشى لينا بشكل اللي هو ما محدد حتى شي اتجاه، كيتمشى لينا بشكل اللي هو افقي. اوكي، ملي المارشي كيتمشى لينا بشكل افقي بحال ما هكذا، هنا كنقول هنا ما كن هنا كنقولوا بلي راه المارشي كيدير لا كونسوليداسيون، يعني المارشي راه فيه كونسوليداسيون، يعني كنقولوا كيرانجي، كيرانجي يعني المارشي طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ما محدد لينا حتى شي اتجاه. اوكي، اش كيبان لكم هنا؟ القمه كتلقاها موازيه مع قمه، ولا القمه هنايا تحت قمه ودغيا كتجي الوحده اللي تابعه فوق منها. المهم مرون المارشي كيتمشى لينا بشكل افقي، هنا طبيعه الحال ما كندخلوا لا بالشراء ولا بالبيع. حنا افضل لي سيتياسيون اللي كنخدموا فيهم حنا هما المارشي، يا اما يكون لينا في صعود او لا يكون في نزول، فقط هادو هما الحالات الوحيده اللي نقدروا اننا ندخلوا فيهم بالبيع ولا بالشراء. المارشي ملي كيكون فيه نزول فاحنا كنفكروا فقط كنقلبوا فقط على الفرص ديال الدخول بالبيع، ومني كيكون المارشي فيه صعود كنقلبوا فقط على الفرص اللي نقدروا ندخلوا فيهم بالشراء. اوكي، ما عمرنا ما كان ندخلوا ضد الاتجاه ديال المارشي. عاد الاتجاه ديال المارشي اولا الاتجاه ديال الترند داير لينا بحال شي بحر، ديما البحر خصك تمشي معاه ما تمشيش ضده، حيت امبوسيبل انك تقدر انك تمشي ضد القوه ديال البحر. ونفس الشيء المارشي، ما عمرك ما دابا المارشي كيبان لك فيه صعود وتمشي انت تدخل ضده، الا دخلت ضده يعني غتدخل بالبيع. نورمالمون باش تمشي مع المارشي خصك تدخل، الا المارشي كان فيه صعود خصك تدخل بالشراء. اوكي، والا كان فيه نزول كندخلوا بالبيع، ما كندخلوش العكس. المارشي مثلا كيبان لينا المارشي عنده واحد الترند تصاعدي وندخلوا حنا معاه بالبيع. اوكي، هادي ما كنديروهاش. نشوف دابا شي اكزامبل ديال المارشي فيه نزول، باغ اكزامبل تقلبوا على شي اكزامبل ديال المارشي راهو فيه نزول. بحال دابا هاد اكزامبل هذا، اش كتلاحظوا معايا هنايا في هاد اكزامبل هذا اللي هنا؟ ها هو المارشي جاي، هنا كل المارشي فيه نزول. هاد البلاصه هادي كلها كنقول لها المارشي فيه راهو غادي في النزول، الاتجاه ديالو تنازلي، كتلقى قمه فوق قمه وقاع فوق قاع اكسيتيرا. نشوفوا كاع شي اكزامبل باين اوضح من هذا.
هذا اكزومبل ديال السوق فيه صعود. شفتوا اش كتلاحظوا معايا هنايا؟ هذا اكزومبل ديال السوق غادي في الصعود هذا، يعني كنجيو لهنايا كتبان لينا ها هي قمه، القمه المواليه هي هنا، القمه المواليه هي هنا، يعني المارشي غادي في واحد الاتجاه اللي هو اتجاه اللي هو تصاعدي. ديما كتلقى القمه، هاد القمه هذه هي هذه راه اعلى منها، وهاد القمه اعلى من هذه، هاد القمه اعلى من هذه، هاد القمه اعلى من هذه اكسيتيرا، والقيعان نفس الشيء. ها هو هاد القاع هذا، هاد القاع الموالي اعلى من هذا، والقاع الموالي اعلى من هذا، وهذا اعلى من هذا، هذا اعلى من هذا، وهذا اعلى من هذا. يعني كنقولوا المارشي راهو في صعود. ملي كيكون هنا المارشي عندنا اتجاه عنده التصاعدي، هنا كنفكروا فقط في الشراء، كنفكروا فقط في الشراء. اوكي، ما عمرك ما كتكون المارشي كيكون كيبان لك في الصعود وتمشي انت تدخل بالبيع. لا، المارشي كيتمشي كيبان لك في صعود، حنا كنقلبوا على البلايص اللي نقدروا ندخلوا فيهم بالشراء ماشي بالبيع. فهمنا؟ تري بيان. نشوف بعدا واش لحد الان الصوت واضح، الصوره واضحه مزيان. قولي واش لحد الان باقي متبعين معايا؟ تري بيان، تري بيان. اوكي، هذا دابا ليكزومبل ديال السوق في اش، السوق في صعود. هو هذا دابا داكشي اللي رسمنا حنايا، هنا درنا فوال. ديما كيبان لك المارشي في صعود اللي هو هذا. هنا كنقلبوا فقط في الشراء، على الشراء كنقلبوا فقط على الشراء. نمشيو دابا نشوفوا شي اكزومبل ديال المارشي، يعني ما شاد حتى شي اتجاه، بحال دابا مثلا في هذه الحاله هذه. في هذه الحاله هذه اش كيبان لكم المارشي كيدير؟ طلع طلع نزل، طلع نزل، طلع نزل، طلع. يعني هنايا كيتمشى لينا بشكل بواحد الشكل اللي كيفاش داير، كيتمشى لينا بشكل اللي هو افقي، داير المارشي بحال ما هكا. اوكي، ملي كيبان لينا المارشي كيتمشى بشكل اللي هو افقي بحال ما هكذا، حنا ما كنتاخذوا حتى شي قرار لا بالشراء ولا بالبيع، كنبقاو كنتسناو المارشي حتى يحدد واحد الاتجاه ديالو. كنتسناو المارشي يحدد واحد الاتجاه. الا كان في الصعود كنقلبوا على الفرصه ديال الشراء، كان في النزول في النزول لا كنقلبوا على الفرصه ديال البيع. ولكن ملي المارشي كيتمشى هنا بشكل افقي كومسا، كيتمشى بشكل افقي، هنا ما كناخذوا لا فرصه باش لا ما كنقلبوا لا بالبيع لا على البيع ولا على الشراء، كنتسناو فقط الفرصه ديالنا، كنتسناو المارشي انه يحدد الاتجاه. الا كتلاحظوا معايا المارشي دابا غادي فين؟ غادي بواحد الشكل اللي هو افقي. هنا ما كندخلوا لا بشراء ولا بيع. اوكي، هذه المرحله هذه ما كندخلوا لا بشراء ولا بيع، كنتسناو المارشي يحدد الاتجاه ديالو. نمشي دابا نقلب لكم على شي اكزومبل ديال المارشي في النزول، يكون شي ترند زوين كيبان جاي نازل. بحال دابا هاد الترند هذا مثلا، هذا مثلا، هذا واحد الترند كنقولوا ليه تنازلي، المارشي في نزول بحال ما هكذا. اوكي، المارشي في نزول. فوالا، ها هي قمه، القمه المواليه ادنى من القمه اللي قبل منها، ها القمه الاخرى، ها القمه هذه ادنى من القمه اللي قبل منها. هاد القاع هذا كتلقى هاد القاع الموالي ادنى منه، وهاد القاع هذا ادنى من هاد القاع اكسيتيرا، وبالتالي كنقولوا بلي المارشي راهو في نزول. اوكي، كنقولوا بلي المارشي راهو جاي في النزول، هذه حاجه اللي هي اساسيه. فوالا، نعاودو هنايا اش كتلاحظوا معايا هنا؟ المارشي دار لينا لا كونسوليداسيون. كنتعمد نعاود لكم قدامكم هاد المصطلحات هادو باش تبقاو تسمعوهم وتضبطوهم. بحال دابا هنايا اش كيبان لكم المارشي داير؟ كونسوليداسيون. هنا ما كنفكروا لا ندخلوا بشراء ولا ندخلوا بالبيع، كنتسناو فقط المارشي يحدد الاتجاه ديالو.
هنا كله اش هاد هذه المرحله هادي اش هاد البلاصه هادي هنا كله الماشي كيتمشى لينا بشكل افقي هنا ما عندنا ما ندخلو نديرو اوكي ولكن هنا اش كيبان لكم هنا ثاني المارشي فيه نزول فوالا محددين واحد التراند تنازلي زوين اش كيبان لكم كيبان لكم جاي نازل المارشي ها هو هي قمه ها قاع ها قمه ها قاع ها قمه ها قاع ها قمه يعني الا بنرسمهم انا نقدر ندير لهم بحال ما هكذا ها هي ها هي ها هي ها هي ها هي اوكي يعني المارشي جاي في النزول باين واش نزول اوكي يعني ها هي القمه الاولى القمه الثانيه اللي تحت منها القمه الثالثه القاع ها هو ها القاع الثاني ها القاع تحت منه اكسيتيرا يعني هنا كنقولوا المارشي فيه نزول هنا كيبان لكم المارشي كيتمشى بشكل افقي هاد البلاصه هادي ها هي ها هو المارشي جاي نازل هنايا هنا المارشي كيتمشى بشكل افقي هنا نقدروا ندخلوا بالبيع هنا انتير ديال انك يقول لك راسك غتدخل بالبيع اوكي هاد المرحله هادي حتى هي هاد البلاصه هادي شفت هاد البلاصه هادي المارشي ما محدد حتى شي اتجاه هنا طبيعة الحال بحال دابا مثلا في هاد البلاصه هادي كوم سا كتبان لكم يعني المارشي كيتمشى بشكل اللي هو افقي المارشي كيتمشى بشكل افقي كنتسناو حتى يبان لينا نزل ها هو اي فوا بدا لينا في النزول بدا كيدير هادو هنا 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 كيحدد واحد الاتجاه اللي هو دابا في النزول اوكي فوالا هنا دابا كاين في الصعود هنا هي قمه قاع قمه ها قاع هنا درنا جوج قمم وحاجه اخرى مهمه بغيتكم انكم تحاولوا انكم تردوا ليها البال دابا السؤال اللي غادي يتيح لكم في بالكم بيقول واخا امتى غادي نعرف باللي راه وصلت النهايه ديال النزول او لو وصلت النهايه ديال الصعود يعني امتى غادي نعرف انا بلي راه مارشي راه نزل صافي وصل للحد ديالو وغادي يبدا في الصعود اوكي اشنو كيدير المارشي غالبا دابا المارشي كيبان لكم الا كان في النزول كيدير لنا قمه تحت قمه وقاع تحت قاع كوم صافي بحال ما هكذا اوكي ولكن اي فوا المارشي وصل لينا للنهايه ديال النزول وغادي تقلب ليه الاتجاه غادي يولي في الصعود اش كيدير لينا المارشي غالبا كيدير لنا جوج ديال القيعان متساويين بحال دابا ما كيدير بحال هكذا كيدير هكا عاد كيبدا دابا في الصعود اوكي اي فوا كيبان لينا جوج قيعان تقريبا متساويين يا اما كنلقاو هذا القاع هذا متساوي مع هذا يا اما كنلقاو عالي عليه بواحد شويه بحال ما هكذا اوكي يا اما كنلقاوهم متساويين كومسا القيعان هاد جوج قيعان هادو يا اما كنلقاوهم متساويين يا اما كنلقاو هاد القاع الموالي هذا كنلقاو عالي واحد شويه على هذا هنا كنقولوا كنحبسوا هنا كنقولوا صبار المارشي دابا غادي يبدا في الصعود اوكي وكيبدا يتبدل ليه الملحه ديالو كيولي في الصعود هنا دابا كان فيه نزول المارشي كان فيه نزول دابا غيولي في الصعود اوكي تري بيان نشوفوا شي اكزامبل على ديال المارشي كان مثلا كان نازل هو يدير لنا جوج قيعان مع دابا كاين جوج احتمالات يا اما المارشي يكون نازل بحال هكذا ويدير لنا جوج قيعان ويبدا في الصعود يا اما المارشي يكون فيه نزول ويدير لنا جوج قيعان ويبدا يرانجي يعني يتمشي يولي يتمشى لينا بشكل افقي بحال ما هكذا يولي يدير بحال ما هكذا حنا في جميع الحالات كنعرفوا باللي راه ماشي راه وصل النهايه ديال النزول ديالو اين فوا يدينا جوج قيعان كنعرفوا راه باللي راه المارشي وصل النهايه ديالو اين فوا كيوصل النهايه ديال النزول كاين جوج احتمالات يا اما يبدا في الصعود يا اما يبدا يرانجي شويه يتمشى بشكل افقي عاد ديك الساعه يكمل في النزول ولا يكمل في الصعود نشوفوا شي اكزامبل هنا مثلا ديال المارشي كان فيه نزول هو يدينا جوج قيعان بحال دابا اش كتلاحظوا معايا هنايا دابا هنا كاين فيه نزول ياك
امتى كنعرفوا بلي راه وصل للمارشي النهايه ديالو؟ ها هو اش كتلاحظوا معايا دار هنا باقي هو يعاود يدير لنا هاد القاع هذا متساوي مع هاد القاع. ها هو شتو تقريبا متساويين. ملي كيبان لك القيع هاد القيعان بحال هكذا متساويه بحال ما هكذا متساويين، هذا اش كيعني؟ كيعني نهايه النزول، نهايه ديال النزول. يا اما دابا جوج احتمالات، يا اما دابا المارشي غادي يتمشى بشكل افقي، يا اما غادي يبدا في الصعود. ويلا تمشى لينا بشكل افقي كيولوا فيه حتى جوج احتمالات، يا اما يبدا في الصعود يا اما في النزول. بحال دابا مثلا كنعاود نشرح لكم هذا البلان، هذا قلنا المارشي كان في نزول اوكي. دابا كاين جوج احتمالات، الا كان المارشي في نزول كاين جوج احتمالات، يا اما يدينا الا درنا جوج قيعان بحال هكذا، يا اما دابا بيطلع يتبدل ليه المنحى يولي في الصعود، يا اما كاين الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو ان المارشي يكون مثلا في نزول يدير لينا جوج قيعان كومسا ويبدا يرانجي، يبدا يتمشى لينا بشكل افقي شويه واحد المده، عاد ديك الساعه يا اما يكمل في النزول يا اما يبدا في الصعود اوكي. يعني دابا المارشي الا كان نازل ودار لينا جوج قيعان، يا اما مباشره يبدا في الصعود، يا اما يبدا يرنجي يتمشى بشكل افقي. الا بدا كيتمشى لينا بشكل افقي عنده جوج احتمالات، يا اما يبدا لينا في الصعود يا اما يبدا لينا في النزول اوكي. نشوفوا في هذه الحاله هذه اشنو دار المارشي بعد ما بدا كيرنجي. بحال دابا هنا مثلا اش كتلاحظوا معايا، هنا بدا كيرنجي لينا المارشي كيتمشى بشكل اللي هو افقي. شتو بدا كيتمشى لينا المارشي بشكل اللي هو افقي، شويه هو يكمل في النزول. شتو ملي كمل في النزول عاوتاني بدا كيتمشى بشكل افقي، شتو هنا كامل كنعتبرو بلي راه كيتمشى بشكل افقي حتى لهاد البلاصه هادي. عاد دابا نشوفو نشوفو نشوفو، عاد دابا بدا في الصعود اوكي. فوالا دابا السؤال، دابا اللي السؤال دابا اللي غادي يطيح لكم في بالكم هو اشنا هما هاد البلايص اللي غادي ندخلو فيهم الا كان المارشي في نزول. كيف قلت لكم انا كان ديما كنتعمد انني نبقى نشرح الحاجه ونعاودها ونعاودها لكم صافا باش تضبطوها، حيتاش هاد الشيء دابا كنشرح لكم هما لي باز ديال التريدين، هما لي باز ديال لا ستركتور ديال المارشي، خصك تضبطها مزيان اوكي. ومازال غادي نزيدو نتعمقوا فيها اكثر في الحصه الجايه ان شاء الله. في لا ستركتور كاين غادي نهضروا على شي حاجه سميتها البريك اوف ستركتور او تشالنج اوف كاركتر. هاد جوج ديال لي سيناريو هادو غادي نهضروا عليهم في الحصه الجايه ان شاء الله، حيت الحصه الجايه ان شاء الله هي اللي غنبدا لكم اول استراتيجيه ديال العمل. فوالا بحال دابا مثلا المارشي قلنا في نزول ياك، مزيان المارشي في النزول. هنا كنفكروا فقط اننا ندخلوا بالبيع، كنفكروا ان اننا فقط ندخلوا بالبيع اوكي. دابا السؤال فين كاين؟ دابا هو المارشي جاي نازل، ها هو داير لينا قمه تحت قمه تحت قمه، قاع تحت قاع تحت قاع. اين بلاصه دابا في هاد المارشي هادي اللي نقدروا اننا ندخلوا فيها اوكي؟ اشنا هما هاد البلايص اللي نقدروا اننا ندخلوا فيهم المارشي ملي كيكون نازل او ملي في، واشنا هما البلايص اللي نقدروا ندخلوا فيهم بالشراء مثلا ملي يكون المارشي في صعود. كاين واحد البلايص كنقولوا لهم لي زوردر بلوك، كاين واحد البلايص
كنقولوا ليهم لي زوردر بلوك. نتوما ما مطلوبش منكم دابا تعقلوا على هذا الاوردر بلوك، عقلوا على هذه السميه هذه، حيت غادي نتفصل فيه مزيان في الحصه المقبله. اوكي، حيت اساسي بزاف. لي زوردر بلوك، اشنا هما دي زوردر بلوك؟ يعني المارشي دابا ملي كيكون فيه نزول، ملي كيدير هذه النزله هذه، راه المارشي ضروري كيخلي لنا واحد واحد المنطقه هنايا، كيخلي لنا المارشي واحد المنطقه هنا ضروري. دابا ملي كيدير هذه النزله هذه المارشي، ضروري المارشي كيدير بوم، كيطلع كيضرب هاد المنطقه هذه وكينزل. حنا الدخله ديالنا مع بالبيع كتكون في هاد المنطقه هذه، الدخله ديالنا في البيع كتكون في هاد المنطقه هذه، كندخلو باقو كينزل المارشي كيعطينا الربح. اوكي، هادو هما المناطق اللي كندخلو فيهم. اين بلاصه هاد المناطق وهادشي كامل غادي نشوفو في الحصه الجايه ان شاء الله. غنحاول نتعمق اكثر في هاد البلان هذا، غنحاول نشرح لي زوردر بلوك، غنشرح ديك اش كيعني البريك اوف ستريكتشر، واش كيعني تشانج اوف كاركتر. اوكي، البريك اوف ستريكتشر هي يعني البريك اوف ستريكتشر يعني كيقولوا ليه تشانج اوف كاركتر هو تغير في البنيه، والبريك اوف ستريكتشر هو بحال قلنا ستريكتشر هي البنيه، وديك البريك بحال الكسر ديال هاد البنيه هادي. يعني بحال دابا مثلا المارشي دارينا هاد القاع هذا، اين فوا كينزل المارشي وكيفوت لينا هاد القاع، كنقول ليه دار المارشي دارينا البريك اوف ستريكتشر. اوكي، بحال دابا هاد القاع هذا ملي كان المارشي كينزل وكيفوتو، كنقولوا المارشي راه دار البريك اوف ستريكتشر. دابا نتوما بلا ما تدوخوا راسكم مع البريك اوف ستريكتشر غادي نشرحها في الحصه المقبله ان شاء الله. اوكي، حاولوا دابا نتوما ضبطوا ليا فقط هادشي دابا اللي شرحت لكم، ضبطوا ليا الفترات اللي كاينين في المارشي، الفتره ديال اسيا، الفتره ديال اوروبا، والفتره ديال امريكان، وضبطوا ليا الحركات التالات ديال المارشي، المارشي ملي كيكون فيه صعود، والمارشي ملي كيكون فيه نزول، والمارشي ملي كيكون فيش ملي كيكون كيتمشى لينا بشكل افقي. قلنا المارشي ملي كيكون فيه نزول كتكون قمه تحت قمه وقاع تحت قاع، ديما القاع الموالي كيكون تحت القاع اللي قبل منه، والقمه المواليه كتكون تحت القمه اللي قبل منها. ملي المارشي كيكون فيه صعود العكس، كتكون القمه المواليه ديما اعلى من القمه اللي قبل منها، والقاع الموالي دائما كنقولوا ديما كيكون اعلى من القاع اللي كان قبل منه. طب يتحال من المارشي ملي كيكون فيه بشكل كيتمشى بشكل اللي هو افقي، هنا كنقولوا بلي المارشي ما محددتش اتجاه، يعني كيتمشي لنا بشكل اللي هو افقي. كنقولوا جوج ديال المصطلحات، يا اما كنقولوا عليه كي المارشي كيرنجي، اولا كنقولوا عليه بلي المارشي داير لا كونسوليداسيون. كونسوليداسيون بحال الا يعني مجمد في واحد الاتجاه مكونسوليزي، وغالبا هاد الكونسوليداسيون حنا طبيعه الحال كنتجنبوا اننا ندخلوا في المارشي ملي كيكون مكونسوليدي. المارشي ملي كيكون في كونسوليدي، حنا كنكونوا دايرين بحال البحاره، دوك البحاره كيدخلوا للمارشي للبحر، خاصهم حتى كيكون المارشي داك البحر مهدان وكذا كذا عاد يقدروا يدخلوا. نفس الشيء حنايا في المارشي، هنايا في التريدين، حتى كيكون المارشي محدد الاتجاه، يا اما في الصعود يا اما في النزول. اوكي، يا اما المارشي كيكون فيه صعود يا اما المارشي كيكون فيه نزول. اما المارشي ملي كيكون يعني كيتمشى بشكل اللي هو افقي، حنا ما كندخلوش، حيتاش المارشي غادي يقلبك، الا مشيت دخلت مع المارشي هو كيتمشى بشكل افقي، ضروري غادي يرجع يقيس لك لي ستوب لوس وهادشي كامل. اوكي، فوالا، يعني نحاول انني اليوم غادي نشرح لكم واحد البلان اخر. نعاود نذكركم بالطريقه ديال الدخول بالشراء او لا بالبيع، نحاول نذكركم بلي زوتي ديال فوالا، بحال دابا هذا هو المارشي.
غير واحد القضيه باش ما ننساهاش، الله يرضي عليكم، ما عرفتش شكون اللي شتو يعني لاح واحد لو ليان في الجروب. اوكي، ما عرفتش شكون لاح واحد لو ليان في الجروب. الله يرضي عليكم، راه انتيردي شي واحد انه يلوح شي رابط كيف ما بيكون نوعه في الجروب. الله يرضي عليكم، حيت داك الشيء خطير جدا. اوكي، الناس يعني كيوقعوا لهم مشاكل بهذا الشيء، وهذه كنصيحه لكم. ملي كيعطيكم شي واحد شي رابط ويقول لكم دخلوا لهذا الرابط، هذا راه داك الرابط ممكن انه يدي بكم انه يتهاكا لكم الفيسبوك ديالكم وانستغرام ديالكم والتليفون كامل، تقدر انها تهاكا، يعني يقدر انه يدخل لك التليفون كلها ويشوف جميع الامور ديالك. يعني الانسان ما خصوش مني يبان لك مثلا دوك الروابط اللي كيعاود كتدخل واحد النمره معينه وتصيفط لك واحد كتقول لك كذا 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 باش تستفد من هذا الشيء كذا كذا، كليكي على هذا الرابط، هذا عندك تكليكي على داك الرابط، هذا كتحذير انتيردي انكم توليو تكليكيو على داك الروابط. اوكي، ملي كيباطاجي معك شي واحد شي رابط ما عمرك تدخل ليه. اوكي، وانتيردي شي واحد فيكم يلوح شي رابط في الجروب، شحال من واحد كيتوصل هو بشي بحال مثلا ما عرفت واش شفتوها، بحال دوك الناس اللي كي مثلا كيقول لك السياش ولا شي بنكه من الابناء، كتقول لك فالا كليكي على هذا الرابط وبارطاجيه مع 10 ديال الاصدقاء ديالك، ولا بارطاجيه في ثلاثه ديال مجموعات وكذا وكذا وكذا. الله يرضي عليكم، هذا الشيء ما خصوش يكون في الجروب. الله يرضي عليكم، ما بقيتش نشوف شي واحد لاح شي حاجه في الجروب. اوكي، داك الشيء حيت كتاديو الزملاء ديالكم، داك الشيء علاش بوغ ايفيتي انا كاع نوقعوا في هاد المشاكل هادو، من الافضل ان الانسان ما يبارطاجي حتى شي رابط. يقدر يبان لك شي فيديو مثلا في يوتيوب وكذا نقول بين بارطاجي في الجروب، انتيردي. اوكي، شي فيديو فيسبوك، انتيردي انه يتبارطاجي في الجروب. اوكي، هذه غير بين قوسين كتذكير ديال الطريقه ديال الشراء، الدخول بالشراء والدخول بالبيع. كنجيكم كليكيو على شورت تريدر، شورت تريدر. اوكي، الا كتلاحظ معايا هنا كاينه واحد السيل، هنا كاين باي ام كاتي، هنا السيل ام كاتي الماركت. اوكي، يعني الدخول بالبيع في هذا الماركت، في هذا السوق، او الدخول بالشراء في هذا الماركت، في هذا السوق. الماركت هو السوق. اوكي، مزيان. دابا انا باغي ندخل بالبيع، علاش كنكليكي على السيل؟ بغيت نخرج من الصفقه ديال البيع، اشنو كندير؟ كندير كلوز. بغيت ندخل بالشراء كندير باي. بغيت نخرج من هذه الصفقه هذه كندير كلوز. اوكي، تري بيان. اشنا هي الحاجه الاخرى؟ الحاجه الاخرى هو اننا ملي كتكون داخل شي صفقه ديالك، قبل ما تسد البي سي ديالك ولا شي حاجه، تاكد انك درت كلوز الصفقه ديالك. واحد الحاجه تاني لاحظتها، ما عرفتش شكون اللي لاحظها في الجروب، هاد البلاصه ديال كونيكسيون، هاد البلاصه ديال كونيكسيون، دابا مثلا هاد البلاصه ديال كونيكسيون هنا، الا كتلاحظوا معايا هنا، ما عاد شكون دابا انت ملي كيمشي لك سميتو، ملي كيمشي لك، ملي كتمشي لك الكونيكسيون، كتولي هاد البوطونه هادي اللي عندك اون فاس مع ماينينجا تريدر. بحال دابا مثلا نحاول نحيد انا هادي باش نكون بحالكم، كليكي على ماينينجا تريدر. اوكي، بحال دابا مثلا هنا كنظن بلي خليت انا شي صفقه مفتوحه في هاد الديمو هذا. اوكي، شوف وصلت 8000 دولار. اوكي، ندخل ليها كاع انا نشوفها. كنت خليت شي صفقه خدامه بالديمو. شوف وصلت 8000 دولار، 8800 دولار.
ولكن هذه غير ديمو، هذا غير ديمو، ماشي كود حقيقي. اوكي ندير ليها كلوز نخرج منها. شتي دابا البلان هذا يعني خاصكم ما تخرجوش، ماشي صفقه بحال ما تخرجوش من نينجا تريدر الا اذا خر تدرت ديرو كلوز، سينو غادي تجي تدخل هنايا وغادي تلقى باللي راه الصفقه كانت باقا مفتوحه عندك. اوكي نحاول نشوف المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. قلت لكم بعض المرات كتكون مكونيكتي، يعني كتكون عندك بوله خضراء هنا عادي مزيان واحد شويه، وكي اش كيوقع عليك يعني كتمشي كونيكسيون وكتجي هنا كتولي عندك بوله حمراء. اشنو المعمول؟ كتجي كتاكد بلي الكونيكسيون ديالك ولات مزيانه، كدير دي كونيكتي وكتعاود لهذه ثاني كدير كونيكتي. Order filled. اوكي كدير كونيكتي، اون فوا كتولي عندك بوله خضراء هنايا صافي، راه الشارت ديالك غادي يخدم بشكل اللي هو عادي جدا. هو دابا المارشي راه دابا خدام دابا المارشي. بغينا ندخلو معاه بالشراء كنكليكيو على باي. Order filled. اوكي كندخلو بالشراء. اوكي الناس اللي عندهم هنا هاد الارقام اللي هنايا يعني فيهم هكا ولا هكا، كتجي هنا كتكليكي على هاد البليصه هنايا حتى كتردها بالدولار. ها هي حنا رديناها بالدولار. اوكي دابا المارشي الا طلع كاين جوج احتمالات، يا اما المارشي يطلع ونربحو، يا اما المارشي ينزل ونكونوا غادي في خساره. يعني بما ان حنا دابا داخلين بالشراء خاص المارشي يطلع باش نقدروا نكونوا رابحين في هذه الصفقه هذه. الى المارشي نزل هنا لتحت خاص يعني حنا غنكون قداش ما المارشي كينزل حنا غادي في الخساره. اوكي يعني المارشي باش نكونوا حنا خارجين من هذه الصفقه هذه بالربح خاص ضروري المارشي يمشي لنا في الصعود. علاش ملي كيكون نازل نبيع وملي كيكون طالع نشري؟ سي حميد راه شرحت هذه القضيه هذه في الحصه اللي فاتت، ما عرفتش واش تفرجت في الحصه اللي فاتت ولا لا. راه شرحت هذه القضيه ديال علاش خصنا ندخلوا بالبيع الا المارشي كان نازل، وعلاش ندخلوا بالشراء الا كان المارشي طالع. هذه القضيه هذه راه شرحتها بالتفصيل الممل الحصه اللي فاتت، حاول انك ترجع للتسجيل ديالها راه غادي تفهم مزيان علاش كندخلوا بالشراء وعلاش كندخلوا بالبيع. الا خدمت بنينجا تريدر مكراكي، علاش خصك علاش غادي تدخل بنينجا تريدر مكراكي؟ علاش غادي تخدم بنينجا تريدر مكراكي مثلا؟ ما داكشي ديال الكراك على ود كان الجور، يعني على ود كان الجور، يعني ما بغيتش انا كتبدل الايميل في كل كان الجور، بغيت تخدم به كراكي. هاد الخدمه هادي ما كنصحكش انا كدير هاد القضيه هادي. اوكي خدم بايميل قد ايميل كيدار من با في 5 دقائق. اوكي الايميل كيدار في 5 دقائق، يعني غدير واحد الايميل غادي تسجل في نينجا تريدر، غادي تكونيكتا في نينجا تريدر وغادي تخدم ب 15 يوم غتخدم بها تدوز 5 يعني باش كتخدم ب 15 يوم غراتويت وكتمشي وغادي قدامك. اوكي اما داكشي ديال الكراك وكذا داكشي كي اول حاجه كيدخلك لي فيروس للبي سي ديالك، زيد عليها وكيكون فيه بزاف ديال المشاكل. ما كان انا اي حاجه مكراكيه انا ما عنديش معاها. شحال من واحد كيمشي كيكراكي مثلا فوتوشوب ولا كيكراكي مثلا المهم كيخدم بشي حاجه مكراكيه، راه امبوسيبل تدخل بشي حاجه مكراكيه الفلوس. باش نكون واضحين، انت مكراكي شي حاجه وتدخل بها الفلوس راه ما يمكن، بحال انت كيفاش كدير، بحال انت سرق ليهم سرق انت الخدمه وبغيت تخدم تكون فيها البركه وتدخل بها فلوس. شحال من واحد بحال دوك الناس اللي كيديروا فوتوشوب وكيديروا المونتاج ديال لي فيديو،
عوض انه يخلص الشركه ديال المونتاج ديال ديك لابليكاسيون مثلا ديك 50 دولار ولا 100 دولار ولا ديك ماشي 100 دولار، ما كتبقى كاع 50 دولار، هذيك 20 دولار ولا 10 دولار في الشهر يمشي كيكراكيها. وملي كتكراكيها راه كاع الحاجه اللي كتبدا بسميتو ما يمكنش انها تكمل. داكشي علاش خدمت انت قانوني، يعني خدم 15 يوم، ديك 15 يوم اللي عطاوك هما غاتويت استغلها تعلم بها. اوكي كيقول لك في كل ايميل غتستافد ب 15 يوم غاتويت وتتعلم بها بعدا اوكي، بلا ما تدخل داكشي ديال الكراك وداكشي ما كنصحش به. فوالا اي تماما سي محمد، انكسار البنيه هو البريك اوف ستريكتشر. واش المارشي كيعطيك شي اشاره باش تبيع وتشري؟ هادشي ديال المكان ديال الدخول بالشراء والبيع وكذا راه غادي نشوفه في الحصه الجايه ان شاء الله. تلتاش جوغ ماشي كان جوغ، بحال يعطوك غير 10 ايام غراتويت راه مزيان. شتي يعطوك غير 15 غير 10 ايام غراتويت راه مزيان. اوكي المهم انا حير بين لي استراتيجي باش غادي نبدا معكم. واش نبدا معكم بسمارت ماني كونسيبت ولا غنبدا معكم بواحد الاستراتيجيه اللي هي ديالي؟ اوكي واحد الاستراتيجيه ديالي يعني ما عارفينهاش بزاف ديال الناس. حيت دابا الاشكال ديال سمارت ماني كونسيبت استراتيجيه ناجحه وزوينه وخدامه مزيان كيخدموا بها الناس في جميع انحاء العالم، غير الاشكال ديالها هو راك عارف الحاجه اللي كيكونوا عارفينها الالاف ديال الناس راكم عارفين كي كتكون، يعني كيكونوا فيها بعض مرات المارشي كيحاول يصيدك فيها اكسيتيغا. داكشي علاش انا كنفضل انني نبدا معكم يعني بالاستراتيجيه الخاصه ديالي اوكي بياكم باش تافونسيو مزيان تولي تدخلوا بها مزيان. وديك الساعة من بعد ونشرح لكم الاستراتيجية ديال سمارت ماني كونسيبت. غير الاستراتيجية ديال سمارت ماني كونسيبت الافونتاج ديالها شنو هو؟ انت الاستراتيجية ديال سمارت ماني كونسيبت كتعلمك بزاف ديال الحوايج، كتفهم بها لا ستراتيجي ديال المارشي، كتفهم بها كتفهم فيها الفراغات اللي كيكونوا في المارشي، كتفهم فيها بزاف ديال الامور اوكي. وكتفهم بها التريدين اون جين دي باز ديال التريدين كتفهمهم بها اوكي. كاين سون لي فاكتور باش نحدد واش الماتش غادي يطلع ولا نازل. سي سعيد القضيه ديال غادي نشوفوها في الحصه الجايه ان شاء الله اوكي، ديال الماتش واش غادي يطلع ولا غادي ينزل. غادي ممكن تكتب لينا تريدر ليمو باش نعرفوهم. مثلا بغيت ندخل في الشراء واش غير المارشي يبدا في الصعود ندخل ولا نخليه حتى يقرب يتبدل ماكرهناش غير غازو. بالنسبه امتى غادي ندخلوا بالشراء امتى غادي ندخلوا بالبيع، دابا نتوما هاد القضيه امتى غادي تعرفوها هو منين نبدا معكم الاستراتيجيات. هنا فين غادي تعرفوا امتى غادي ندخلوا بالشراء امتى غادي ندخلوا بالبيع. بحال دابا دوك الصفقات اللي كنا كنبارطاجي معكم هاد الاسبوع الماضي اللي كنت دوك الصفقات اللي كنبارطاجي معكم تقريبا هذوك كلهم بالاستراتيجيه الخاصه ديالي باش كندخلهم، ماشي بسمارت ماني كونسيبت، ماشي ب اش كنقولها سمارت ماني بالعربيه هي سمارت ماني الاموال الذكيه اوكي. كيقولوا لها الاموال الذكيه سمارت ماني كونسيبت. الكونسيبت هو اللي كيقول لي واحد ممكن تكتب لينا لي تريدر مو شحال من استراتيجيه كاينه؟ كاين جوج ديال الاستراتيجيات دابا اساسيين كاينين اوكي، وكاينه وحده ثالثه ان شاء الله الا بقينا وقتها غادي نشوفوها، واخا ما قليل فاش كتحقق في المارشي اوكي. ولكن المهم الاساسيه هو اننا غادي طبيعه الحال غادي نحاولوا ان نبدا معكم اول حاجه الاستراتيجيه ديالي، ومن بعد ما كتضبطوا الاستراتيجيه ديالي غادي ندوز لكم بسمارت ماني كونسيبت. سمارت ماني كونسيبت
واحد الاستراتيجيه اللي اساسيه جدا، غتعلمكم بزاف ديال الاساسيات ديال التريدين، ضروري خصكم تعلموها، وبالتالي ضروري انا غنديها معكم. يعني غادي نبداو بسمارت ماني، اما ماشي بسمارت ماني وانما بالاستراتيجيه الخاصه ديالي، وديك الساعه غندوز لكم بالسمارت ماني ان شاء الله. اوكي فوالا، هذا ما كان اول حصه ان شاء الله غنديروها بالسمارت ماني، فبالاستراتيجيه ديالي عفوا، غادي نديروها النهار الاربعاء المقبل. اوكي حاولوا، الله يرضي عليكم، حاولوا الناس اللي لحد الان مازال ما طبقوش هذا الشيء اللي شفنا لحد الان، مازال ما انستالاو نيجا تريدر في البيسيات ديالهم، مازال ما 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 عرفوش كيفاش يدخلوا بالشراء وكيفاش يدخلوا بالبيع. اوكي كيفاش يفتحوا الشارت ديالهم، كيفاش يتحكموا في الشارت، كيفاش يصغروه، كيفاش يكبروه، كيف ما شرحت الحصه اللي دوك الحصص اللي فاتوا. اوكي اوكي الله يرضي عليكم، الى شويه ديال الاجتهاد. الناس اللي مازال ما طبقوش، عرفوا باللي راه بزاف ديال الزملاء معنا دابا حاليا راهم لحد الان، حاولوا ديروا لي جيم الناس اللي لحد الان انستالين نينجا تريدر، و كلشي عندهم ناضي، كلشي واجدين، واجدين نبدا معاهم الاستراتيجيه. تبارك الله عليك، موجودين محمد ادريسي، سعيد، ياسمين، معاد، عزيز، ايوب، كريمه، ايوب، كريمه، ياسين، فكري، مريم، تبارك الله، البريبار ديال لي بيرسون تبارك الله راهم واجدين. اوكي تبارك الله، راه البريبار ديالكم راهم واجدين. غادي نحاول انني ندير لكم واحد السونداج في الجروب باش نشوف النسبه ديال الناس اللي هما وصلوا معايا، غاديين معايا في الخط، يعني البلاصه فاش وصل ليها انا راهم وصلوا ليها دابا، يعني لحد الان الشيء اللي وصلنا ليه لحد الان راهم غاديين معايا. اوكي باش نعرف المستوى فين واصلين ليه بعدا. اوكي وطبيعه الحال ابتداء من الحصه المقبله راه غادي ندوز لكم اول حصه ان شاء الله ديال الاستراتيجيات. اوكي وغنبدا لكم بالاستراتيجيه الخاصه ديالي، ومن وراها مورا ما ضبطوها راه غادي ندوز لكم الحصه ديال نبدا معكم بسمارت ماني كونسيبت، و اون فوا ضبطوا سمارت ماني كونسيبت حتى هي راه غادي ديك الساعه غادي ندوز لكم الريسك مانجمنت، كيفاش انكم تجيريو لي ريسك ديالكم، كيفاش تجيريو راس المال ديالكم. من بعد ما نشوفو الريسك مانجمنت غادي نشوفو طبيعه الحال التي تجد نينجا تريدر ام رضا، واحد السيده حتى هي عندها ولدها سميتو رضا الله يوفق. المهم ام رضا قالت باللي يلاه يلاه تيشارجات نينجا تريدر، حاولي انك تفرجي في الحصص اللي درنا باش كوم صا باش تقدي مع الزملاء ديالك. اوكي وتكوني غاديه معاهم في نفس الخط، حيتاش الناس اللي معطلين من الافضل انكم ديروا مجهود اكثر، حيتاش كاين اللي عندهم لقى مشكل في البي سي ديالو، كاين اللي لقاو عندهم مشكل في البي سي مثلا ولا كذا، ما فيها باس، غير من الافضل ان الانسان انه يزيد يجتهد اكثر، يحاول يقاد الامور ديالو في اقرب وقت ممكن، كوم صا باش يمشي معنا في الخط. هذا ما كان اخت مالا قالت بلي عندها مشكل في الحاسوب ديالها، حاولي انك تفورماتي ديري فيه ويندوز 10 و 64 بيت في البروسيسور ديالو. كاين تاني اللي عنده بي سي ديالو مزيان ولكن ما دارش لي ميزاجور. اوكي كاين اللي البي سي ديالو مزيان ولكن لي ميزاجور ديالو ما مديورينش، حاول انك المهم ضروري بي سي يكون هو هذاك. اوكي داكشي علاش المهم الناس اللي عندهم مشكل في الانستالاسيون راه من الافضل انكم تفورماتيو بي سي كوم سا باش. اخت كريمه قالت واش الحصه ديال اليوم هو التحليل؟ الحصه ديال اليوم شفنا فيها لا ستريكتور ديال المارشي، البنيات ديال ديال السعر اللي كيدير المارشي، وشفنا فيها الفترات اللي كيكون فيهم السوق.
تري بيان تري تري بيان اخت مالك المهم حاجه اللي كنقول لكم هو انكم تحاولوا انكم بداو الماكسيموم بوسيبل وباش تكونوا غاديين معايا في الخط ان شاء الله. هذا ما كان الله يوفق الجميع وموعدنا الحصه الجايه ان شاء الله. انا غنحاول نبارطاجي معكم الصفقات اللي كندير هاد الايامات قبل الاربعاء وغير عينيكم بعدا باش يولفوا شويه الصفقات وباش نبدا معكم نبداو في المعقول نهار الاربعاء المقبل ان شاء الله. اوكي الله يوفق الجميع. دابا انا غادي معكم بشويه ولكن راه بشويه بشويه راه غنحاول انني نزيد نصعب اكثر واكثر. يعني دابا الامور سهله ولكن بشويه بشويه غنبدا نصعد شي شويه. داكشي علاش خاصكم انكم تبذلوا مجهود اكثر. اوكي الله يوفق. خابيا لا التسجيل كونوا هانيين فيه، التسجيل ديال الحصص كونوا هانيين فيه، راه غادي توصلوا بطبيعه الحال.